امتى؟ من 1 يوليو الى 10 يوليو يرسل كل نادي القائمه الاوليه بحد ادنى 23 لاعب، من 11 يوليو حتى 20 يوليو تستكمل الانديه قيد لاعبيها مع دفع غرامه 250 دولار عن كل لاعب يتم قيده ويحق له المشاركه من الادوار التمهيديه، من 21 يوليو حتى 31 يوليو تستكمل الانديه قيد لاعبيها مع دفع غرامه 500 دولار عن كل لاعب يتم قيده ولكن لا يحق لمشاركه اي لاعب تم قيده في هذه الفتره الا من دور ال 16 في مسابقتي دوري الابطال والكونفدراليه. انا بقول لكم ليه كده؟ طب هو مين اللي هيرتب الترتيب ده؟ مين اللي هيرتب الترتيب ده؟ الانديه اللي هتشارك في البطوله الافريقيه، مش الاهلي فقط اللي هيشارك في البطوله الافريقيه، الاهلي والزمالك وبيراميدز حتى الان لغايه لما نشوف الفريق الرابع مين؟ هم اللي هيشاركوا في البطوله الافريقيه. فلازم يبقوا عارفين هيأيدوا مين ومش هيأيدوا مين، ومين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب. ف يعني انا عارف طبعا ان جمهور النادي الاهلي جمهور ذكي وعارف قد ايه الحمله اللي اتعملت من امبارح لغايه النهارده. حمله كبيره جدا اتعملت من امبارح لغايه النهارده، ولكن احنا موجودين عشان نطمن حضراتكم ونقول لكم دايما هذا الكلام. بالمناسبه برضو وانا قاعد على الفيسبوك النهارده محمد فارس واحد طبعا من الاهلاويه الجامدين جدا على الفيسبوك دايما بيكتب اراء جميله جدا، كاتب تقريبا نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده من ان وحاطط اسئله معينه كده وبيجاوب عليها نفس تقريبا الكلام. كل اي واحد اهلاوي اي واحد اهلاوي بيفكر هيفكر بهذا الشكل وهيفكر وهيبقى عارف ان مجلس ادارته لا يفكر الا في مصلحه الوطن وبعد كده مصلحه النادي الاهلي او المصلحه الجماعيه هو ده. فعشان كده هتلاقي تقريبا كل كلامنا واحد، هتلاقي الكل بيتكلم في نفس الاتجاه وبنفس الطريقه، لانه اصل المباريات اصل انتوا عشان اتعادلتوا مع الاسماعيلي فيا جماعه ما احنا كده كده لازم نكسب الزمالك في المباراه الاخيره، لو كسبنا المقاولين والزمالك كسب الاربع مباريات المؤجله ده على افتراض يعني سواء هنا او هنا. بالعقل الموضوع مش محتاج كلام كتير. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ابناء الاهلي متواجدين في كل حته وابناء الاهلي دايما هيقفوا ورا النادي الاهلي. وانا الحقيقه سعيد جدا 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 بالتماسك اللي انا شفته امبارح، القرارات اللي اصدرها مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاجتماع الطارئ امبارح. كل جمهور النادي الاهلي بيقف خلف مجلس ادارته في هذه القرارات، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر ردة الفعل من اتحاد كرة القدم. وأنا متأكد بالمناسبة اتحاد كرة القدم فيه مجموعة جيدة جدا ومجموعة محترمة جدا 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 من الأسماء الكبيرة جدا اللي بتقود كرة القدم في العالم. مهندس هاني أبو ريدة واحد من اللي بيقودوا كرة القدم في العالم. فعشان كده أنا متأكد أن هيحصل حلحلة للموضوع خلال الفترة القادمة، ومتأكد أن خارطة الطريق اللي وضعها النادي الأهلي هي الأنسب خلال الفترة اللي جاية، وهم عارفين كده كويس. حتى اللي بيعترضوا على الكلام ده عارفين ان يجب ان ينتهي الدوري قبل بدايه كاس الامم. حتى اللي بيعترضوا اللي لعيبه الكره اللي فيهم اللي بيعترضوا عارفين كويس قوي ان لازم الدوري ينتهي قبل بطوله الامم، لانه لو انتهى بعد بطوله الامم احنا داخلين في سكه تانية خالص. انا بس حبيت اوري لحضراتكم الكلام اللي بيتقال من امبارح للنهارده، وهي في النهايه هي قضيه النادي الاهلي هي قضيه عادله بالنسبه له وبالنسبه لمعظم الانديه. معظم الانديه امبارح كان معانا 3 4 انديه، النهارده هنحاول نجيب لحضراتكم انديه اخرى علشان نعرف برضو وجهه نظرهم في هذا الموضوع. فعشان كده انا بقول لحضراتكم هي قضيه عادله، سنظل خلف هذه القضيه. طيب